مرحبا بكم في عبق من التاريخ جديد، وجذوة نور نستضيء بها مع رعيل رباهم محمد عليه الصلاة والسلام. إني سأروي لكم في هذه الحلقة قصص من أعجب قصص المحبة، فما أحبت أمة نبيها كحب أصحاب محمد لمحمد صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار. في غزوة بدر والحبيب صلى الله عليه وسلم يرتب الصفوف وينظمها، أمة لا تتنظم ولا تترتب أمام أعدائها في صفوفها، أمة لا بد أن يكون حليفها الهزيمة وليس النصر. نادى الحبيب عليه الصلاة والسلام على سواد بن غزية أو غزية: يا سواد، عدل صفك. فكان قد بدا رضي الله عنه ليس واقفا في الصف كما وقف الصحابة، مشغول بحمائل سيفه، يستعد رضي الله عنه لكي يخوض غمار حرب مع كفار قريش عسى أن ينال شرف الجهاد. عدل صفك يا سواد. وسواد مشغول. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم معه عرجون أو معه محجن، فوكزه في خاصرته عدل صفك يا سواد. قال: لقد آلمتني، إن الوجع دب في يا رسول الله، إني أريد القصاص يا رسول الله من طعنتك لي في بطني. الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى سواد: يا سواد، أتريد أن تقتص من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل هداك الله إلا صلى الله
وعليكم السلام.